محمد كلكم. والله انا اقول راح اقول اتوقع بس اقول لك لعبه مدربين امانه. اي اوكي. والمدربين لهم دور كبير راح يكون في المباراه. زي اللي يقرا الملعب اللي يقرا الملعب صح هو راح يفوز، لكن انا اتوقع مو المشكله انا بتوقع اني ما ادري ما ايش اقول لك يعني لان انا خلص سعودي توقع سعودي توقع ما في لا خلي سعودي توقع ما قال لك تمني سعود سعودي يتوقع 2-1 قطر. ترى ابو محمد ترى انت تقول توقع وليس تمني. ايوه يتوقع توقع مو اللي يتقدم المباراة صعبة والسعودي راح يسوي شيء. 2-1 المنو انت قطر قطر شو السعودي راح يسوي شيء؟ اي اقول لك راح يسوي شيء والله المعرض شلون ابي توقعي يطلع غلط يعني شلون زين منيتك من يفوز؟ أمنيتك فين؟ والله مباراة صعبة. لا الأمنية الأمنية. هذا الخميس يزعل. ها أمنيتك السعودية يفوزون؟ لا مو أتمنى. رياضية لا أنت ليش أتمنى قطر؟ مع أن كلهم دول خليج هذا. الحين لحظة. توقع السيارة. أمنيتك يعني قلبك يبي منه يفوز. أنا ليش قلبك؟ عشان ينظمون كأس العالم أبي معنوياتهم ترتفع. عشان ينظمون لنا افضل كاس هذه امنيتك والله دبلوماسي افضل كاس عالم زين هذه امنيتك ايه عشان توقعك قال هو قطر توقع قطر 2-1 عشان عاد لا عشان عاد لحظه انا بعرف يا جماعه شلون يزعل عادل امنيته يفوز قطر وتوقع يفوز قطر لا توقع والله ماني قايل اقول توقع يا حبيبي بس خلاص 2-1 سبيلتي شنو توقع عمان طب بطن مدرب قطر لهني ايه والله الصراحه انا اقول مدرب قطر ما راح يقرا المباراه عدل هذا انا قاعد اقول يقول الصج احنا بعد جامل قاعدين هني قاعدين جامل جاي من الكويت جامل كابتن اذا قطر بيلعبون اذا قطر بيفوزون عادل تكفى تفهم وياه انا ما عرفت والله عادل ما عرفت يفوزون اذا بيفوزون قطر بروح اللاعبين وحضور الجماهير ما فهمت شيء لا ما فهمت شيء عادل عادل فهمت شيء عادل فهمت شيء من توقعه انا فهمت انه يتوقع ان قطر 2-1 بس اوكي كذي زين شو يزعلك يا جلد شو يزعلك شو اللي يزعلك انا هو يزعل على المدرب اي المدرب قطر انا قاعد على تلجيت انا اقول لك ما راح يقرا المباراه عدل الله يسر لا بس ابو علي ما يصير تقول لا انا ودي يفوز يعني عادل ما ودي قطر يفوز يعني ما ودي بلاده تفوز تقول لا تزعلي عادل لا لا على موضوع المدرب انا من اول حلقات قاعد اقول مو هذا مدرب بس المدرب فايز بكاس اسيا والحين واصل دور الاربعه ومحقق اصلا انجازات في مع اولمبي فاز والله ما مو هذا مدرب قطر حق كاس العالم لا بس انت لازم انا رايي بعد كيف انا اقول مو هذا مدرب شو رايك ابو علي مو هذا مدرب قطر حق كاس العالم ليش مدرب حقق كاس اسيا وياهم ولا اخذ البطوله ابو محمد يعني كلامك غلط ابو محمد كلامي غلط وانت ما تبي كلامك يطلع غلط لا. قول هالكلام إيه؟ صح قول هالكلام قول انا ما ابي اخذ البطوله عشان لا يطلع كلام لا يا ابو محمد قول وجهات نظر هذه بنى افكاره لا بس قاعد يحط نفسه خط رجعه يا ابو صقر لحظه يا ابو صقر يقول انا قلت نفسه خط رجعه ما يصير تحط نفسك والله انا اتوقع قطر يفوز 2-1 والمدرب يعني مو المدرب راح يفوز روح اللاعبين بس خلاص يعني مزهق ما في شيء حق المدرب ليش مو عاجبني اقول المدرب انا اقول لك المدرب حق كاس العالم قطر المفروض اكثر سم منه المدرب بس هذا اللي اقول هذه نظره فنيه يعني فنيه اوف والله شو عربي يعرفني عربي مين المدرب عارفه رضا ما عرف يتوقع خلاص الحكي ايه